هقول لك ان شاء الله في الفيديو ده على 7 نصايح من خلاصة افضل النصايح لتنمية مهارة القراءة باللغة الانجليزية بسهولة وبسرعة. النصيحة الاولى، تخصيص وقت يومي للقراءة 20 دقيقة في الوقت اللي انت بتبقى فيه في اوج نشاطك وتركيزك وحيويتك، وتتم القراءة في بيئة مناسبة. في شخص بيبقى في كامل حيويته ونشاطه وتركيزه بعد الاستيقاظ مباشرة، في شخص اخر بعد الظهر، بعد العصر، بعد الفطار، بعد الغداء، بعد العشاء، تختلف من شخص لاخر. وتتم القراءة في بيئة مناسبة، بيئة تبعث على الاسترخاء والتركيز. في شخص بيبقى في كامل استرخائه وتركيزه وهو مثلا قاعد في البلكونة بيتناول فنجان شاي او قهوة، في شخص اخر وهو جالس في غرفته، في شخص اخر وهو قاعد في كافيه معين، فبتختلف من شخص لاخر. يبقى 20 دقيقة يوميا في الوقت اللي انت بتكون فيه في كامل حيويتك ونشاطك وتركيزك وفي بيئة مناسبة. النصيحة التانية، انك تقرأ في حاجة انت بتحبها. في مثلا شخص يحب يقرأ في الخيال العلمي، يبقى هتحمل مجموعة كتب عن الخيال العلمي وتقرأ فيهم. في واحد يحب يقرأ عن التكنولوجيا، الموبايلات وقطع الكمبيوتر، اللابتوب والكلام ده، يبقى هتقرأ مقالات عن احدث قطع الكمبيوتر او احدث موديلات اللابتوب وتشوف امكانياتها ايه واسعارها ايه والفروقات بينها وبين بعضها. في مثلا شخص يحب يقرأ عن الاخبار سواء على الصعيد المحلي او على الصعيد الدولي، يبقى هتقرأ الجرائد على الانترنت. في مثلا شخص يحب يقرأ في القصص البوليسية والروايات، يبقى هتحمل مجموعة من القصص او الروايات وتقعد تقرأ فيهم. يبقى تقرأ في الحاجة اللي انت بتحبها. فانت لما بتقرأ في حاجة انت بتحبها، انت كده بتمارس هواية من هواياتك، فبتعمل الحاجة دي بحب، بتعملها وانت مبسوط، ما انتش متضايق خالص، فهتحس ان الوقت ازف بسرعة، فهتنتظر العشرين دقيقة في اليوم التالي بفارغ الصبر، فهتعمل الحاجة دي بكامل تركيزك ونشاطك طوال العشرين دقيقة لانك بتحب اللي انت بتعمله. برضو انت لما بتقرأ في الحاجة اللي انت بتحبها، انت كده بتثري من حصيلتك اللغوية بانك بتكتسب مفردات لغوية جديدة وتراكيب لغوية جديدة، بالاضافة الى انك بتطور من نفسك في المجال اللي انت بتقرأ فيه، فكل ده هيطور من مهارة القراءة عندك. النصيحة الثالثة، القراءة بصوت مسموع مش القراءة بمجرد النظر. انت لما بتقرأ بصوت مسموع انت كده بتعمل جميع حواسك، حاسة النظر بالقراءة، حاسة النطق انك بتقرأ الكلام، حاسة السمع لو في مثلا كلمة انت ما انتش عارفها، مش عارف معناها او مش عارف النطق الصحيح بتاعها فتسمعها من القاموس، انت كده مرنت ودنك على السماع باللغة الانجليزية فبتعمل حاسة السمع. كمان انت بتعمل عقلك، لان عقلك بيخزن الموقف الحالي، بيخزن انك قريت الكلام ده وانك نطقته وانك سمعته. النصيحة الرابعة، استخدام قاموس ناطق. طوال فترة العشرين دقيقة اللي انت بتقرأ فيهم هيمر عليك كلمات جديدة، اي كلمة انت ما تعرفهاش سواء مش عارف معناها او مش عارف النطق الصحيح بتاعها، هتفتح القاموس وتشوف النطق الصحيح او المعنى بتاع الكلمة دي وتدون المعنى ده. وفي نهاية فترة القراءة مثلا بعد شهر او بعد لما تخلص الرواية او الكتاب، هيبقى معاك حصاد اللي انت قريته، معاك مذكرة كده او كراسة فيها مجموعة الكلمات او مجموعة التراكيب اللغوية او مجموعة الجمل اللي انت طلعت بيهم من خلال فترة قرايتك. النصيحة الخامسة، انك تلخص لنفسك اللي انت قريته خلال فترة او جلسة القراءة. انت مثلا قريت مقال عن موبايلات حديثة، فتلخص لنفسك انا قريت ان في موبايل اسمه كذا، الموبايل ده امكانياته كذا، او انت مثلا قريت فصل او فصلين او نص صفحة من رواية بوليسية، فتلخص لنفسك الاحداث، هو قال كذا، هي عملت كذا، حصل كذا وكذا وكذا. فانت لما تعمل كده انت كده بتغمر نفسك تماما في الحدث، انك قريت ونطقت وسمعت وكمان ترجمت ولخصت من انجليزي لعربي. النصيحة السادسة، قليل دائم خير من كثير متقطع. لما تقرأ يوميا لمدة 20 دقيقة وتواظب على كده احسن بكتير من انك تقرأ ساعة مرة كل اسبوع.
20 دقيقة النهاردة مع 20 دقيقة بكرة مع 20 دقيقة بعده مع 20 دقيقة بعده، في نهاية المطاف أو على مدار فترة كبيرة هتلاقي نفسك حصلت عدد كبير جدا من ساعات القراءة. النصيحة السابعة والأخيرة، البناء صعب لكن الهدم سهل. لما بنيجي نبني بيت بنحط طوبة فوق طوبة فوق طوبة فوق طوبة، والموضوع بياخد وقت لحد لما البيت بيتبني، بس ما بنقعدش نبني طول العمر، بيتم الانتهاء من البناء بعد فترة من الوقت. نفس الكلام انت ما تستعجلش النتائج، انت كل يوم عمال بتبني. ربع ساعة من القراءة النهاردة مع مفردات لغوية جديدة وتراكيب لغوية جديدة، وربع ساعة بكرة مع مفردات لغوية جديدة وتراكيب لغوية جديدة، نفس الكلام بعده نفس الكلام بعده، هتلاقي نفسك بعد فترة من الوقت مهارة القراءة عندك آخذة في التحسن، فلا تستعجل النتائج.